مرحبا بكم، مداخلة جديدة بعنوان ملامح النظريات السياسية الجديدة. نبدأ بربما قول لقد كانت الثورة الديمقراطية التي أوجدت رؤية لحكومة سياسية مسؤولة عن جميع جوانب المجتمع البشري، والأهم من ذلك أنها تمتلك القدرة على تحمل هذه المسؤولية. الواقع يجب التأكيد على نقطة أخرى حول هذه المواضيع السياسية، لقد أصبحت على الفور تقريبا يعني في القرن الحالي أسس لنظريات سياسية جديدة. كيف كان رد فعل الناس للتيارات الديمقراطية والرؤية الصناعية التي جعلتهم محافظين أو تحررين أو ربما راديكاليين؟ على العموم مع استثناءات نادرة رحب التحررين بثورتين، يعني الثورة الديمقراطية سواء في العالم الحر أو في بلد الأنوار، ورأوا في يعني في قوات هذه الثورة فرصة للحرية والرفاهية التي لم يعرفها النوع البشري منذ قبل. كانت النظرية والنظرة الليبرالية للمجتمع بشكل ساحق ديمقراطية رأسمالية صناعية وبالطبع فردانية، تختلف الحالة إلى حد ما مع التيار المحافظ والراديكالية في يعني المحافظون بدءا من بيرك واستمرارا من خلال هيجل وماثيو أرنولد إلى عقول مثل جون روسكين في وقت لاحق من هذا القرن كرهوا الديمقراطية ورؤية صناعية، مفضلين نوع من التقليد والسلطة والكياسة التي كانت في أذهانهم وقد حدث محل الثورتين. كانت نظرهم رجعية لكنها كانت مع ذلك مؤثرة، حيث أثرت على عدد من المفكرين البارزين في القرن، من بينهم توكوفيل وأوغست كونت ولاحقا ماكس فيبر ودوركايم. قبل الراديكاليون الديمقراطية ولكن فقط من حيث امتدادها إلى جميع مجالات المجتمع والقضاء النهائي على أي شكل من أشكال السلطة، ربما القمعية أو الاستبدادية التي لم تنبع مباشرة من الشعب ككل. وعلى الرغم من أن الراديكاليين في معظم قبيله ظهرت التصنيع وخاصة التكنولوجيا، إلا أنهم كانوا معادين للرأسمالية بشكل موحد. لقد أثبتت هذه العواقب الإيديولوجية للثورتين أهمية قصوى للفكر الاجتماعي، لأنه سيكون من الصعب تحديد مثقف القرن سواء كان فيلسوفا أو كاتبا لم يكن إلى حد ما على الأقل منغمسا في التيارات الإيديولوجية التي ظهرت في هذا القرن، قرن الثورتين. بالإشارة إلى علماء الاجتماع الأولين مثل أنري دي سان سيمون وأوغست كونت، وأيضا علماء الاقتصاد الأولين مثل ريكاردو وجان باتيست ساي وماركس، وعلماء السياسة الأولين مثل بنتام وجان أوستين، وحتى بالنسبة لعلماء الأنثروبولوجيا مثل إدوارد تايلور ولويس أنري مورغان، هناك أشخاص سابقون ممن شاركوا ليس فقط في دراسة المجتمع ولكن أيضا في كثير من الأحيان في الإيديولوجيا الحزبية بشدة. كان بعضهم ليبراليين تحرريين وبعضهم من المحافظين والبعض الآخر من الراديكاليين، كل هذا مستمد من التيارات الأيديولوجية التي ولدتها الثورتين العظيمتين، ثورة العالم الحر وثورة بلاد الأنوار. الآن اتجاهات فكرية وفلسفية جديدة، من المهم أيضا تحديد ثلاث اتجاهات فكرية قوية أخرى أثرت في جميع العلوم الاجتماعية. الأولى هي الوضعية، الفلسفة الوضعية التي لم تكن مجرد مناشدة للعلم بل كانت تقديسا تقريبا للعلم. الثاني هي العلوم الإنسانية. الثالث هي فلسفة التطور. لقد كانت الجاذبية الوضعية للعلم مرئية في كل مكان، شاهد القرن 19 إضفاء الطابع المؤسسي الافتراضي على هذا النموذج وربما حتى تقديسه. كان الهدف الأكبر هو التعامل مع القيم الأخلاقية والمؤسسات وجميع الظواهر الاجتماعية من خلال نفس الأساليب الأساسية التي يمكن رؤيتها بوضوح في الفيزياء وبعد داروين في علم الأحياء. قبل القرن 19 لم يكن هناك تمييز واضح بين الفلسفة والعلم، بل إن مصطلح الفلسفة كان مفضل من قبل أولئك الذين يعملون مباشرة مع المواد الفيزيائية، باحثين عن قوانين ومبادئ على غرار إسحاق نيوتن أو ويليام هارفي. وهذا ما أصبح ممكن لهم أن يسميه بواسطة أشخاص الآن علماء في المقابل في القرن 19، تمكنوا من التمييز بين الفلسفة والعلم وأوجدوا فوارق ساحقة بينها. عمليا تم اعتبار كل مجال من مجالات الفكر والسلوك البشري من قبل عدد متزايد من الأشخاص قابلين للبحث العلمي في نفس الدرجة بالضبط من البيانات المادية
أكثر من أي شخص آخر. كان ويسكوت هو من بشر بفكرة العلاج العلمي للسلوك الاجتماعي. سعى في كتابه دروس الفلسفة الوضعية الذي نشر في 6 مجلدات بين عام 1830 و 1842 لإثبات بشكل قاطع ليس فقط إمكانية وجود علم الإنسانية بل حتميته، وهو ما اقترحه جيسكونت في النهاية كعلم اجتماع والذي من شأنه أن يفعل للبشرية كجانب من جوانب الواقع، بالضبط ما فعلته البيولوجيا بالفعل للبشر كأفراد ككائنات بيولوجية. على الرغم من أن النزعة الإنسانية كانت تيارا فكريا مميزا للغاية في القرن 19، إلا أن كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة علم المجتمع. كان يعتقد الجميع تقريبا أن الهدف النهائي للعلوم الاجتماعية هو رفاهية المجتمع وتحسين حالاته الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية محددة بدقة في إضفاء الطابع المؤسسات على التعاطف. إنه امتداد للرفاهية والنجاح من المناطق المحدودة التي وجدت فيها تاريخيا بشكل رئيسي، الأسرة والقرية والكنيسة، إلى المجتمع ككل. كان أحد الجوانب الأكثر بروزا وتميزا أيضا في القرن 19 هو الأعداد المتزايد باستمرار للأشخاص تقريبا من الطبقة الوسطى الجديدة الذين عملوا بشكل مباشر من أجل تحسين المجتمع في العديد من المشاريع والمقترحات لإغاثة المعوزين وتحسين العشوائيات والتخفيف من محنة يعني الفقراء والسجناء والأقليات المنكوبة الأخرى. يمكن رؤية روح الإنسانية في العمل. شكلت جميع أنواع الجمعيات بما في ذلك الجمعيات الخيرية والجمعيات الاعتدال ومن أجل القضاء على الرق والفقر وتحسين محو الأمية من بين أهداف أخرى. لم يسبق أن شوهد شيء مثل الروح الإنسانية القرن 19 من قبل في أوروبا في العالم الغربي بصفة عامة، حيث كان الاهتمام بخلاص البشرية يميل أن يكون أكثر فكري من كونه إنسانيا بالمعنى الدقيق للكلمة. كانت النزعة الإنسانية الروح التوجيهية للإصلاح الاجتماعي في القرن 19. كان الإصلاح الاجتماعي والعلوم الاجتماعية متطابقتين. أعتذر. كل ما ساعد قضية أحدهما يمكن اعتباره مفيدا للآخر. ثالث التأثيرات الفكرية هو نظرية التطور. يعني تشارلز داروين وفكرة التطور والذي سبقه يعني ربما لامارك في نظرية التحول. كان من المفترض أن يؤثر كل واحد من العلوم الاجتماعية وكل منهما كان معنيا بتطور الأشياء بقدر اهتمامه ببنائها. تم العثور على الاهتمام بالتنمية في القرن 18، لكن هذا الاهتمام كان صغيرا ومتخصصا مقارنة بنظرية القرن 19 للتطور الاجتماعي. كان تأثير تشارلز داروين في أصل كتاب أصل الأنواع الذي نشر عام 1859 عظيما بالطبع وعزز جاذبية النظرة التطورية للأشياء. ولكن من المهم جدا إدراك أن أفكار التطور الاجتماعي لها أصولها وسياقاتها الخاصة، وأن نظرية داروين قد أسيء تفسيرها بشكل أساسي من قبل معظم المفكرين الاجتماعيين. تم الانتهاء من الأعمال التطورية لمؤلفين مؤثرين مثل أوغسكونت وهربرت سبنسر وكارل ماركس، أو بدأت بشكل جيد قبل نشر عمل داروين، وكان ربما كانت افتراض وراثة الخصائص المكتسبة والتطور التدريجي الأحادي من البسيط إلى يعني دائما إلى أشكال حياة أكثر تعقيد وأكثر ديمومة. وثانيا تصنيف ووصفي بطبيعته تنظيم البيانات وفهرستها، ولكن لا يقدم إلا القليل من حيث الفهم. نقطة مهمة على أي حال هي أن فكرة أو فلسفة التطور كانت موجودة في الهواء طوال القرن وكانت مساهمة بعمق في فكرة علم الاجتماع كعلم مشابه لمجالات مثل البيولوجيا وعلم الفلك وعلم الأحياء. كان التطور فكرة متغلغلة ومركبة من فكرة ثلث في أوروبا في العصور الوسطى، قام داروين بتحويلها بالكامل ومنحها سلطة هائلة، مما جعل التطور وثيق الصلة بالعلم. قد ادعى علماء الاجتماع هذه السلطة على الرغم من أن القليل منهم سيكون على دراية بالتحول الذي قام به. الآن في القسم الموالي تاريخ التخصصات المفصلة. من بين التخصصات التي شكلت العلوم الاجتماعية هناك اثنين على النقيض من ذلك لفترة زمنية متساوية في القوة. سيطرت عليها الاتجاهات في البداية. الأول كان الدفع نحو التوحيد، نحو علم اجتماعي فردي أيا كان اسمه. الاتجاه الثاني كان نحو التخصص في العلوم الاجتماعية الفردية. إذا كان من الواضح هو الثاني الذي انتصر مع ظهور نتائج التخصصات المتباينة يعني والمتخصص للغاية التي نشهدها اليوم، فإن الأول لم يكن بدون أهمية كبيرة ويجب أيضا فحصه. ينشأ أن العقلانية النقدية للقرن 18 ليس في المقام الأول مفهوما للحاجة إلى تعددية العلوم الاجتماعية،
بل بالأحرى لعلم واحد للإنسانية سيأخذ مكانه في التسلسل الهرمي للعلوم التي تضمنت مجالات علم الفلك والفيزياء والكيمياء والبيولوجي. في أربعينيات القرن التاسع عشر دعا أوغست كونت إلى علم جديد، علم مع الإنسانية وليس البشر كحيوانات كموضوع له. البشر كحيوانات بالفعل موضوع علم الأحياء، على الرغم من أنه تصور المجتمع لأنه سمة الميزة مميزة للإنسانية، إلا أنه لم يكن لديه بالتأكيد سوى علم واحد شامل في ذهنه وليس مجموعات من التخصصات، كل منها يهتم ببعض الجوانب الفردية للسلوك البشري في المجتمع، وينطبق شيء نفسه على بنتام وماركس وسبنسر. كل هؤلاء المفكرين كان هناك العديد من الآخرين الذين انضموا إليهم رأوا دراسة المجتمع كمشروع موحد. كان من الممكن أن يسخروا في بعض الأحيان من أي فكرة منفصلة عن علم الاقتصاد والعلوم السياسية وعلم الاجتماع وما إلى ذلك، كانوا يجادلون بأن الإنسانية شيء غير قابل للتجزئة. كذلك يجب أن تكون دراسة المجتمع صفتها المميزة، مع ذلك كان الاتجاه المعاكس للتخصص أو التميز هو الذي انتصر بغض النظر عن الكيفية التي بدأ بها القرن. وما كانت أحلام أوغست كونت أو سبنسر أو ماركس عندما انتهى القرن التاسع عشر لم يكن هناك علم اجتماع متميز واحد، بل العديد من العلوم الاجتماعية التنافسية. ساعد في هذه العملية تطوير الكليات والجامعات، وساهمت الرغبة المتزايدة في النظام الاختياري في عدد كبير من التخصصات الأكاديمية ولتمييز درجات الأكاديمية بقوة في تمييز العلوم الاجتماعية. كان هذا هو الأول الأكثر وضوح في ألمانيا منذ حوالي 1815 فصاعدا. كان جميع المنح الدراسية والعلوم قائمة في الجامعات، وحيث كان التنافس على المكانة بين التخصصات العديدة شديدا، ولكن بحلول نهاية القرن ظهرت نفس ظاهرة التخصص في الولايات المتحدة. هذا كان الإعجاب بالنظام الألماني كبير جدا في الأوساط الأكاديمية الأمريكية، بدرجة أقل إلى حد ما في فرنسا وإنجلترا. في ظل الأمر لم يكن تميز في العلم الاجتماعي في القرن التاسع عشر سوى جانب واحد من عملية أكبر، كان من المقرر رؤيتها بوضوح في العلوم الفيزيائية والإنسانية. لم يفلت أي مجال رئيسي من إغراء التخصص في البحث، ومن الواضح أن قدر كبير من التعلم الهائل الذي انتقل من القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين كان نتيجة مباشرة لهذا التخصص. لكن أسباب التخصص في العلوم الاجتماعية وهي المقولة التي لم تكن موجودة من قبل كانت مختلفة. نأتي الآن بعد العلوم الإنسانية بين الوحدة والكثرة، بين التخصص والتوحيد، إلى العلم الاقتصاد، الاقتصاديات، المنزعة الاقتصادية. كان علم الاقتصاد هو أول من حصل على مكانة مجال حصري للتأمل والدراسة بين العلوم الاجتماعية. مجلدات ضخمة عن يعني الإدارة مع جمعها الواسع التي كتبها مصور ألمان، والاستقلالية والتنظيم الذاتي الذي وجده الفيزيوقراطيون وأدم سميث كما فسره الأكاديميون الألمان، أو اعتقدوا أنهم وجدوه في عمليات الثروة في تشغيل الأسعار والإيجارات والفوائد والأجور، أصبح خلال القرن الثامن عشر أساسا لاتجاه فكري منفصل ومميز يسمى الاقتصاد السياسي في القرن التاسع عشر. ومن هنا جاء التركيز على ما أصبح يعرف عن التقويس باسم دعه يعمل دعه يمر. إذا كانت عملية الثروة كما قيل تعمل بشكل طبيعي من حيث الآليات الداخلية الخاصة بها، فعندئذ لا ينبغي فقط دراسة هذه العمليات بشكل منفصل، ولكن في أي نظام حكم حكيم يجب أن تتركها الحكومة والمجتمع بمفردهما. كان هذا بشكل عام هو التركيز المهيمن للمفكرين مثل ريكاردو وستوارت ميل وناساو وويليام سينيور في إنجلترا وفريدريك باستيات وساي في فرنسا. بعد ذلك إلى حد ما مدرسة كارل مينجر النمساوية. هذا التركيز يسمى اليوم كلاسيكي في الاقتصاد. حتى الآن على الرغم من التعديلات الجوهرية هو موقف قوي في هذا المجال، ومع ذلك كان هناك منذ البداية مفكرين حول هذا الموضوع بما فيهم أدم سميث نفسه، الذين اختلفوا بشكل حاد عن وجهة النظر الكلاسيكية هذه. في ألمانيا أنشأت قائمة فريدريك ذات النفوذ الهائل مدرسة الاقتصاد الوطني فريدريك إيبرت، والتي ستعرف اليوم على أنها قومية اقتصادية تعارض الاتجار الدولي الحر وتدعو إلى اتخاذ تدابير حمائية للاقتصاد المحلي. وهي وجهة نظر اتفق مع أدم سميث في ظل ظروف معينة، على أن الفرق بين سميث والأول كان براغماتيين، بينما كان الموقف بالنسبة للأخير مسألة مبدأ. كان هناك أيضا من يسمون بالاقتصاديين التاريخيين انطلاقا من الافتراضات المسبقة للتطور الاجتماعي. تميل شخصية مثل بلهام روجر وكارل كنيس في ألمانيا إلى رفض افتراضات الخلود والعالمية فيما يتعلق بالسلوك الاقتصادي التي كانت بديهية بين أتباع سميث الألمان،
وأصروا بشدة على طابع التنموي للرأسمالية التي تطورت في سلسلة طويلة من المراحل من أنواع الاقتصاد الأخرى. كما برز خلال القرن أولئك الذين أطلق عليهم اسم الاشتراكيين، لقد رفضوا أيضا أي فكرة عن الخلود والعالمية في الرأسمالية وعناصرها الخاصة بالملكية الخاصة والمنافسة والربح. لم يكن هذا النظام فحسب، بل كان مرحلة عابرة من التطور الاقتصادي. يمكن أن يكون كما أكد ماركس محل قريب نظام اقتصادي أكثر إنسانية وواقعية، قام على التعاون وملكية الناس ووسائل الإنتاج والتخطيط الذي من شأنه القضاء على رذائل المنافسة والصراع والأزمات أيضا. العلوم السياسية الآن بعد العلوم الاقتصادية نأتي للعلوم السياسية. تنافس الفكر الاقتصادي في الشعبية خلال القرن يعني الماضي هو العلوم السياسية، وهو ما سمي قبل وقت طويل من تخصيص العلم باعتباره الاسم المناسب للاستكشاف غير المتحيز للعالم التجريبي. اتسع نطاق الاهتمام بالمنهج بالدولة الذي بدأ في أوروبا الحديثة مع نيكولا ماكيافيل وتوماس هوبس وجون لوك وجون جاك روسو في القرن 19 نتيجة للثورتين، ثورة العالم الحر وثورة بلد الأنوار. إذا بدت الثورة الصناعية وكأنها توفر كل المشاكل التي تحبط وجود مجتمع مستقر وإنساني، فيمكن اعتبار الثورة السياسية الديمقراطية على أنها تحتوي على العديد من الإجابات على هذه المشاكل. قد كانت الثورة الديمقراطية خاصة في فرنسا هي التي أوجدت رؤية لحكومة سياسية مسؤولة عن جميع جوانب المجتمع البشري، والأهم من ذلك أنها تمتلك القدرة على تحمل هذه المسؤولية. يمكن اعتبار هذه السلطة أو المعروفة بالسيادة على أنها تحمل نفس العلاقة بالعلوم السياسية في القرن 19 التي كان رأس المال يحملها بالفكر الاقتصادي. عدد كبير جدا من العلماء السياسيين كانوا يجترون الخصائص المتنوعة للسيادة. كان هناك ميل قوي من جانب المفكرين مثل بنتام وأوستين وميل وستوارت ميل في إنجلترا وفرانسيس ليبر و وودرو ويلسون في الولايات المتحدة لرؤية الدولة وسيادتها المزعومة على حياة البشر بنفس المصطلحات التي استخدمها السياسيون الكلاسيكيون. رأى الاقتصاديون الرأسمالية على أنها حل ربما تكون جذري مرافق للثورة الديمقراطية. بين علماء السياسة كان هناك نفس المعارضة التاريخية التطورية من وجهة نظر هذه، ومع ذلك كانت موجودة في الاقتصاد السياسي. أعلن كتاب مثل السير أنري مين في انجلترا ونوما فوستر دي كولانجز في فرنسا واوتو فان جيرك في المانيا ان الدوله والسياده ليس خالدين وعالميين ولا نتاج لبعض العقد الاجتماعي الذي تصوره فلاسفه مثل لوك وروسو وغيره هوبس. ولكن بدل من ذلك تشكلت الهياكل ببطء من خلال العمليات التنمويه او التاريخيه، ومن هنا كان الاهتمام الشديد خاصه في اوائل القرن 19 باصول المؤسسات السياسيه في القرابة والقرية والطائفة وفي مراحل التطور المتتالية التي ميزت هذه المؤسسات. في العلوم السياسية كما في الاقتصاد السياسي باختصار، كان المنهج التحليلي الكلاسيكي ينافس بشدة المنهج التطوري. يعود كلا المنهجين إلى القرن 18 في عناصرهم الأساسية، ولكن ما نراه في القرن 19 هو التنظيم الكبير والمدى الأوسع للبيانات المستخدمة. يعني بعد العلوم السياسية نأتي للأنثروبولوجيا الثقافية. يعني نشأت الأنثروبولوجيا أيضا في القرن 19، يعرف بصرامة على أنه هذه الأنثروبولوجيا على أنها تعرف على أنها علم النوع البشري، علم الطبيعة البشرية، وهذا جيد. ويمكن أن ينظر إليها على أنها تحل محل مجالات التركيز المتخصصة مثل الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية. لكن في الممارسة العملية ومنذ البداية اهتمت الأنثروبولوجيا بشكل كبير بالمجتمعات ما قبل الثورة الصناعية الصغيرة. من ناحية أخرى كانت الأنثروبولوجيا الفيزيائية تهتم بشكل أساسي بتطور البشر كنوع بيولوجي بالأشكال والنماذج الأولية المتتالية للأنواع وبالأنظمة الجينية. من ناحية أخرى كانت الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية كان الاهتمام هنا في النطاق الكامل للمؤسسات البشرية، على الرغم من أن أبحاثها كانت في الواقع مقتصرة على تلك الموجودة بين الشعوب السابقة الموجودة في أفريقيا وأوقيانوسيا وآسيا والأمريكيتين. وفوق كل المفاهيم كانت الثقافة
هي العنصر المركزي في هذا المجال العظيم من الأنثروبولوجيا أو الإثنولوجيا، حيث كان يطلق عليه غالبا التمييز عن الأنثروبولوجيا الفيزيائية. لفتت الثقافة كمفهوم الانتباه إلى البعد غير البيولوجي وغير العرقي وغير الغريزي للحياة البشرية، وهو أساس ما يسمى الحضارة، قيما وتقنيات وأفكار في جميع المجالات. حدد عمل تايلور التاريخي لعام 1871 الثقافة الأولية والبدئية على أنها جزء من السلوك البشري الذي يتم تعلمه، وهذا التعريف غير مناسب كما ثبت من حقيقة أن الكثير من سلوك الحيوان يتم تعلمه أيضا، والفرق بين سلوك الحيوان وسلوك البشر بدل ذلك في طبيعة التعلم الخاص بهما، مباشر عند الحيوان وغالب غير مباشر عند البشر. نظرا لأن الأنثروبولوجيا الثقافية من بين جميع العلوم الاجتماعية تضع التركيز الكبير على الأسس الثقافية للسلوك البشري والفكر في المجتمع، فإن هذا التعريف غير ملائم، كان مسؤولا حد كبير عن الفهم غير الكافي للثقافة في كل منهما. لقد شاركت الأنثروبولوجيا الثقافية بصورة أقل من العلم السياسي أو الاقتصاد السياسي في مواضيع الثورتين وتأثيرهما على العالم. إذا كانت البيانات التي عمل عليها العلماء الأنثروبولوجيا الثقافية بشكل عام في المناطق النائية من العالم، فإن تأثيرات الثورتين الديمقراطيتين هي التي استمرت إلى حد ما في فتح هذه الأجزاء من العالم أمام بحثهما ومن بحوثهم. وكما كان صحيحا في العلوم الاجتماعية الأخرى، كان علماء الأنثروبولوجيا الثقافية منغمسين في المشكلات الاقتصادية ومشكلات النظام السياسي والطبقة الاجتماعية والمجتمع، إن كان ذلك بين الشعوب الأولى وليست الحديثة. بشكل ساحق دون استثناء رئيسي في الواقع، كانت الأنثروبولوجيا الثقافية تطورية في القرن التاسع عشر. رأى كل من تايلور وجون لوبوك في إنجلترا ومورغان في الولايات المتحدة وأدولف باستيان وتيودور ويدز في ألمانيا وآخرين في الخط الرئيسي لدراسة الثقافة البدئية بمجتمعات السكان الأصليين الموجودين في العالم كنماذج أولية خاصة بهم، لهم أسلاف أوليين بقايا متحجرة إذا جاز التعبير مراحل التطور التي مرت بها أوروبا الغربية ذات يوم. على الرغم من المجموعة واسعة من البيانات التي تم تجميعها حول الثقافات غير الغربية، فإن نفس الأهداف الأساسية التي تتمحور حول أوروبا موجودة بين علماء الأنثروبولوجيا الثقافية كما هو الحال بين المفكرين الاجتماعيين الآخرين في هذا القرن. على السيد العالمي تقريبا إذن كان ينظر إلى الغرب الحديث على أنه أحدث نقطة في خط التقدم الذي كان منفردا وغير مترابط والذي يمكن أن تتناسب معه جميع الشعوب الأخرى في العالم كرسوم توضيحية لماضي الشعوب الغربية. نأتي بالأهم علم ربما هو علم الاجتماع. نشأ علم الاجتماع بهذه المصطلحات تحديدا خلال معظم القرن. لم يكن من السهل التمييز بين قدر كبير مما يسمى علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، حتى ولو لم يقم أي علماء الاجتماع تقريبا في القرن بدراسات تجريبية عن الشعوب الأصلية كما فعل علماء الأنثروبولوجيا، فإن اهتمامهم بأصل البشرية وتطورها ومستقبلها المحتمل لم يكن أقل مما يمكن العثور عليه في كتابات علماء الأنثروبولوجيا. كان أوغسكونت هو الذي طبق على علم الإنسانية كلمة علم الاجتماع، واستخدمها للإشارة إلى ما تخيله أنه علم واحد وشامل سيأخذ مكانه في قمة هرم العلوم. في التسلسل الهرمي الذي رأى أوغسكونت أنه يشمل علم الفلك أقدم العلوم تاريخيا في الأسفل، مع ارتفاع في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا بهذا الترتيب إلى علم الاجتماع وهو أحدث وأروع العلوم. لم يكن هناك تفكير في عقل أوغسكونت ولم يكن هناك تفكير في ذهن سبنسر الذي كانت رؤيته العامة لعلم الاجتماع تشبه لحد كبير نظرة كونت لوجود علوم اجتماعية أخرى متنافسة. سيكون علم الاجتماع بالنسبة لكل العالم الاجتماعي الإنساني مكان عليه كل من العلوم العظيمة الأخرى في مجال مناسب من الواقع. يعتقد كل من أوغسكونت وسبنسر أن الحضارة ككل كانت الموضوع المناسب لعلم الاجتماع. كانت أعمالهم المعنية في الغالب بوصف أصول الحضارة وتطورها وكذلك كل من مؤسساتها الرئيسية. أعلن كلا التقسيمين الرئيسيين لعلم الاجتماع على أنهما إحصائي وديناميكي. الأول معني بعملية النظام في حياة الإنسان مساوي للمجتمع، والآخر مع عمليات التغيير التطوري. رأى كلا المفكرين أيضا أن جميع المجتمعات الموجودة في العالم تعكس مراحل متعاقبة التي تقدم خلال المجتمع الغربي بمرور الوقت على مدى عشرات الآلاف من السنين. مع ذلك لم يشارك جميع المفكرين في القرن التاسع عشر والذين سيعتبرون علماء الاجتماع اليوم هذا المنهج جنبا إلى جنب مع النظرة الكبيرة التي يمثلها كونت وسبنسر. كان أولئك الذين في القرن الماضي مهتمين أساسا بالمشاكل الاجتماعية التي رأوها من حولهم ولها عواقب كما فسروها للثورتين الصناعية والديمقراطية.
وهكذا في فرنسا بعد منتصف القرن مباشرة نشر لي بلاي دراسة ضخمة للجوانب الاجتماعية للطبقات العاملة في أوروبا، العمال الأوروبيون، سنة 1855، والتي قارنت بين العائلات والمجتمعات في جميع أنحاء أوروبا وحتى في أجزاء أخرى من العالم. قدم تيتو كوفيل سيما في المجلد الثاني من كتاب الديمقراطية في أمريكا وصفا للعادات والهياكل الاجتماعي والمؤسسات في أمريكا التي تتعامل معها، وكذلك المشكلات الاجتماعية والنفسية للأمريكيين في ذلك اليوم باعتبار جوانب من التأثير للثورات الديمقراطية والصناعية على المجتمع التقليدي. في نهاية القرن التاسع عشر في كل من فرنسا وألمانيا ظهر بعض الأعمال في علم الاجتماع التي ثبت أنها أكثر تأثير على الانضباط الأكاديمي بالفعل في القرن العشرين. سعى تونيس في كتابه المترجم باسم الجماعة والمجتمع 1887 إلى شرح جميع المشكلات الاجتماعية الرئيسية في الغرب كنتيجة للانتقال التاريخي للغرب من المجتمع القائم على المكانة والمتحدة المركز في العصور الوسطى إلى المجتمع الأكثر فردية وغير شخصي والواسع النطاق في الفترة الديمقراطية الصناعية بشكل عام، مع مراعاة الاختلافات الفردية للموضوع. تعتبر هذه الآراء خاصة عند ماكس فيبر ودوركيم، وجميعها كتبت أيضا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. هؤلاء هم أشخاص الذين بدأ من مشاكل المجتمع الغربي الذي يمكن إرجاع لتأثيرات الثورتين الديمقراطية والصناعية، وقد بذلوا قصارى جهدهم لتأسيس علم الاجتماع كما كان يمارس في معظم القرن العشرين. نأتي إلى علم النفس، ربما علم النفس الاجتماعي. نشأ علم النفس الاجتماعي أيضا باعتبار اتجاه متميز للفكر في الفكر الغربي في القرن التاسع عشر، على الرغم من أن الخطوط العريضة له ربما كانت أقل وضوحا إلى حد ما كان صحيح في العلوم الاجتماعية الأخرى. كانت العلاقة وثيقة بين العقل البشري والنظام الاجتماعي واعتماده على التعليم وإشكال التنشئة الاجتماعية الأخرى معروفة جيدا في القرن الثامن عشر. ومع ذلك في القرن التاسع عشر ظهر تفكير أكثر منهجي من أي وقت مضى للكشف عن الجذور الاجتماعية والثقافية لعلم النفس البشري، وأيضا الأنواع العديدة من العقل الجماعي الذي قد يكشفه تحليل الثقافات والمجتمعات المختلفة في العالم. في ألمانيا سعى كل من موريتز لازاروس وويليام فونت إلى دمج دراسة الظواهر النفسية مع تحليلات الثقافة بأكملها. علم النفس الشعبي كما كان يسمى لم يدوم طويلا، قد حظيت أعمال مفكرين مثل جابرييل تارد وغوستاف لوبون ولوسيان ليفي بريل ودوركيم في فرنسا وزيمل في ألمانيا، وجميعهم كتبوا أيضا في أوائل القرن العشرين بتقدير أكبر بكثير. هنا في دراسات ملموسة وغالبا ما تكون تجريبية للغاية لمجموعات صغيرة وجمعيات وحشود ومجموعات أخرى، بدلا من خط الرئيس العلم النفس خلال القرن والذي كان يميل لأن يعني يكون فلسفة محضة من جانب واحد ومتغير من علم وظائف الأعضاء في الطرف الآخر، هي البداية الحقيقية لعلم النفس الاجتماعي. على الرغم من أن نقطة الانطلاق كانت دراسة كانت طبيعة الارتباط، إلا أنها تعاملت بدرجة أو بأخرى مع عمليات الداخلية للتفاعل النفسي الاجتماعي وعمل المواقف والأحكام والأساس الاجتماعي للشخصية والفكر. باختصار، مع تلك الظواهر التي من شأنها على الأقل في القرن العشرين أن تكون جوهر علم النفس الاجتماعي كنظام رسمي، نأتي الآن إلى الديموغرافيا أو الإحصاء الاجتماعي والجغرافيا الاجتماعية. هناك اتجاهان أخيران للقرن التاسع عشر للاندماج في العلوم الاجتماعية في القرن العشرين، وهما الإحصاء الاجتماعي والجغرافيا الاجتماعية أو البشرية. ذلك الوقت لم يحقق أي منهم المكان المرموقة والقبول في الكليات والجامعات التي حققتها مجالات مثل العلوم السياسية والاقتصاد، كلاهما مع ذلك كان واضحين بشكل كبير، وكلاهما كان لهما تأثير كبير على العلوم الاجتماعية الأخرى في بداية القرن العشرين. الإحصائيات الاجتماعية حول علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بشكل بارز، والجغرافيا الاجتماعية في العلوم السياسية والاقتصاد والتاريخ وفي بعض الأحيان الأنثروبولوجيا، لا سيما تلك المجالات التي تتعامل مع تشتت الأجناس وانتشار العناصر الثقافية. في الإحصاء الاجتماعي كان الرقم الرئيسي لهذا القرن هو كويتيليت، الذي كان أول من لفت الانتباه على أي أساس منهجي إلى أنواع السلوك المنظم الذي يمكن ملاحظته وتحديده فقط من خلال الوسائل الإحصائية، وهو أبرز مفهوم الإنسان العادي وسلوكه. الشخصين الرئيسيين في الجغرافيا الاجتماعية والبشرية في القرن كان فريدريك راتزيل في ألمانيا وبول فيدال دي لابلاش في فرنسا، كلاهما انفصل تماما عن البيئة الخام في القرون السابقة والتي سعت لإظهار كيف تتحدد التضاريس والمناخ بالفعل السلوك البشري، واستبدل الرؤية الأكثر دقة وتطورا في العلاقات بين الأرض والبحر والمناخ من ناحية أخرى الأنواع المتنوعة من الثقافات والارتباطات البشرية التي يمكن العثور عليها على الأرض. هذه مداخلتنا حول يعني
البدائل الجديدة السياسية، النظرية السياسية الجديدة المرتبطة بالعلوم الإنسانية، وفي وخاصة علم التطور يعني والإنسانية، علم الإنسانية يعني، وربما علم الاجتماع، أو ربما الوضعية، الفلسفة الوضعية يعني الثلاثي، الوضعية، العلم الإنساني أو علم الإنسانية، ونظرية التطور. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أرجو أن تكون هذه المداخلة قد أفادتكم. إلى اللقاء في مداخلة قادمة.